الأسبوع اللي فات حصل حالة من الصدمة بسبب الحملة الإعلانية اللي قامت بيها دار الأزياء العالمية بالانسياجا. وبصراحة كلمة صدمة هنا قليلة، لأن اللي حصل من الشركة كان كارثة بكل المقاييس. وعشان اللي ما يعرفش القصة خلوني أقول لكم باختصار إيه اللي حصل. الناس صحيت في يوم من الأسبوع اللي فات ولقوا دار الأزياء العالمية دي عاملة حملة دعاية جديدة ليها، فيها استغلال الأطفال وكتير من الإيحاءات الجنسية الخادشة للحياء والترويج لكتير من الأفكار الشاذة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وطبعا لما ده حصل الدنيا كلها اتقلبت، لدرجة أنه كتير جدا من الفنانين العالميين والمصريين كمان قرروا مقاطعة الشركة ومنتجاتها. مش بس كده، ده ظهر عدد كبير من الوجوه الإعلامية للشركة وهم بيقطعوا منتجاتها. صحيح ان الشركه رجعت بعد كده ومسحت الصور ونزلت اعتذار رسمي عن اللي حصل، وقالت انه ما كانش المفروض انه الازياء والاكسسوارات دي تتعرض مع الاطفال، ولكن الموضوع ما خلصش لحد هنا، لان في قضايا كتير بتلاحق دار الازياء حاليا في القضاء في معظم دول اوروبا تقريبا. كل ده خلينا نسال نفسنا اكتر من سؤال مهم، اولهم هل زي ما بقينا نشوف منصات بتقدم أفكار مسمومة لمجتمعنا من خلال بعض الأعمال الفنية اللي بتقدمها هنشوفه بينتشر برضو عن طريق بيوت الموضة؟ وغير السؤال ده في مليون سؤال وسؤال الواحد بقى بيفكر فيه لما بيشوف اللي بيحصل حوالينا، ولكن طبعا أهم أسئلة بتدور حوالين القصة دي هي متعلقة بالأطفال اللي اتعرضوا للاستغلال، وواضح جدا أن الأطفال دول يعني صغيرين جدا في السن. عشان كده هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الأستاذ أحمد مصلحي المحامي ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا. بعد إذن حضرتك، أول حاجة عايزة أعرفها رأيك في اللي حصل في موضوع الحملة بتاعت الدعاية بتاعت بالانسياجا. طبعا هي بتشكل جريمة بلا شك، والجرائم من هذا النوع فيها اهتمام دولي أو ليها اهتمام دولي من سنوات عديدة. يعني سنة 99 مثلا الدول اللي في العالم كلها عملوا بروتوكول، هذا البروتوكول ملحق لاتفاقية حقوق الطفل خاص بمنع استغلال الطفل في عرض الأعمال الإباحية والبغاء وغيره. وده البروتوكول ده بيأكد على أن الدول جميع الدول العالم مهتمين اهتمام كبير جدا بمنع مشاركة الطفل في أي عمل إباحي. قانون الطفل المصري كمان جرم ده بشكل كبير. اي منتج ثقافي يشتمل على او يخاطب غرائز الطفل جريمه. اي مشاركه للطفل في اعمال اباحيه جريمه عقوبتها تبدا من سنتين حبس. وغيرها من طبعا المواد القانونيه اللي بتوفر اكبر قدر من حمايه الاطفال. غير كده كمان ان انا انشر ده أو يبث بقى بأي طريقة، سواء إذا كان عن طريق الإنترنت أو عن طريق حتى البث الإذاعي العادي، لو ده تم دي جريمة أخرى، دي جريمة أخرى بتغلظ العقوبة، بتخلي العقوبة تصل لخمس سنوات. فالمسألة سجن. فأنا عايز بس، أنا دايماً بتكلم في العقوبات عشان الناس تبقى واخدة بالها ومتأكدة أن القانون المصري وحتى الدولي منع بشكل كبير وبشكل حازم فكرة استغلال الأطفال ومشاركته في أي أعمال إباحية. يعني ده في العالم كله؟ كله. أوكي. بلا استثناء، ودي جرائم بترتب عليها عقوبات غليظة في دول العالم. طيب يعني حتى يعني لو كان الموضوع مش واضح قوي زي ما هم كانوا عاملين في الحملة بتاعتهم، إن هم كانوا حاطين الأطفال بس ماسكين دبة، الدبة دي لابسة حاجات طبعا ليها إيحاءات جنسية، فهو ما كانش إن الطفل نفسه بس هو ماسك الدبدوب، هل ده برضو ليه عقوبة حتى لو هو الموضوع مش واضح 100%؟ بالظبط. يعني أنا هقول لحضرتك، حتى مجرد نشر بيانات الطفل وتعرضه للخطر حتى لو ما كانتش مواد إباحية، وكان مجرد بتخاطب غرايزه زي ما قلت حضرتك، بتخاطب أخلاقياته، بتأثر على تنشئته أو أخلاقه طبعا. جريمة برضه، دي جريمه مفيش كلام. يبقى انا عايز ااكد لحضرتك، اصلا المفترض مشاركه الاطفال هنا تكون مشاركه ايجابيه جدا. طبعا مشاركه الاطفال في الاعمال الاعلاميه، يعني سواء اذا كان اعلان او عمل تلفزيوني، منتج ثقافي، الطفل بيشارك عشان ننمي موهبته وقدراته وكمان نحسن من اخلاقياته وقيمه، مش العكس. صح، والقانون واضح. عشان كده بأكد حضرتك، القانون واضح جدا. يعني استاذ احمد، احنا دايما لما بنشوف طفل في اعلان اول حاجه احنا بنحسها ان ده كانه اخويا الصغير او ابني، او بتحس اللي هو فجاه الواحد بيحس اللي هو يعني يا ام يا اخ يا اخت، الموضوع بيبقى
بيأثر جدا في نفسية الإنسان وفي قلبه لما بيجي يتفرج على طفل. ففكرة إن احنا نشوف حاجة زي كده تخض وتخوف وحاجة عنيفة جدا. عايز أكد لحضرتك إن يعني حتى لفظ استغلال التجاري بالظبط، يعني هو استغلال التجاري، يعني أنا بكسب تجارة، بتاجر بالأطفال وبراءتهم. والمفترض إن الطفل في أول سنين عمره لحد 7 سنين بيتم تنشئته وبناء شخصيته بالكامل. صح. وبعدها مراحل أخرى، يعني لغاية لما نوصل لسن القانوني للطفل هو سن 18 سنة. هذه المراحل في مراحل طبعا مختلفة، إنما المراحل الأولى هي مراحل بناء الشخصية. فأنا المفترض ببني شخصية هنا، شخصية قادرة على تحمل الصعوبات المستقبل، وفي نفس الوقت بها القيم والأخلاق اللي هتواجه المجتمع ده بشكل جيد لما يبقى مواطن بعد 18 سنة. طيب أنا النهاردة أنتقص ده تماما، أنا عايز بس أوصل لك إن أنا بعمل العكس تماما. أنا بشجع على وجود مواطن دائما عنده انهيار اخلاقي، دائما بيعمل كل ما هو ومعرض لارتكاب جريمه اكثر في ده عندما يكبر ويبقى مواطن بقى. عشان كده لازم نتوقف فورا عن اي اعلان او منتج بيعرض صوره الطفل، مهما كان هذا المنتج بيوصلنا الخير، بيوصلنا لاي عمل، حتى لو العمل ده جيد في الاخر، انما هو في النهايه هو استغلال. زي ما حضرتك قلتي كده، انا بستغل مشاعر الجمهور وبعرض عليه طفل عشان خاطر استجديه، عشان خاطر اوصل لمكسب تجاري. وعشان كده لازم ده يتوقف فورا، لانها جريمه بكل المقاييس. بس هي مش بتبقى جريمه طول ما الاب او الام ماضيين على ان هم موافقين على ده. طبعا لا يا فندم، لا جريمه برضو. انا عايز اقول لحضرتك ان الجريمه يعني الاب والام بيدخلوا في دايره العقاب. اوكي. الطفل محمي بغض النظر عن وجود الاب والام، يعني الدوله سواء اذا كان مصر او غيرها عليها حمايه الاطفال حتى من اسرهم. وده يا استاذ احمد لحد سن 18. لحد سن 18 الطفل هنا محمي تماما، يعني ما نجيش نقول الاب واخد ابنه لبنته يجري عمليه ختان، دي جريمه. الاب جريمه يعاقب فيها الاب. الاب واخد ابنه يستغله في التسول والتشرد، جريمه يعاقب عليها الاب. يبقى هنا الاب والام يلحق بهم العقاب اذا تم استغلال الاطفال باي صوره. استاذ احمد مصبحي بشكر حضرتك جدا على المداخله.